بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل جاري حقيقة مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة هنا على أرضية هذا الميدان. ومنذ لحظات أعلنت اللجنة مشكورة على انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في كل هذه الانطلاقات المميزة، ونحن دائما نعزف على الوتر الحساس لانطلاقة هذا اليوم الجميل، هذا الأسبوع السابع في هذه الانطلاقات الجميلة المميزة الحاضرة. ما شاء الله، الله يا المركز الأول اللي مسيطر على مقدمة الشوط، نوارة لسالم خلفان بالعرين، اجتبي النقلة على راهي لسعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيع ثاني المراكز، المركز الثالث العبية في ثالث المراكز لأحمد بن سعيد بن علي بن حلوة، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما شاء الله من تأتي في هذه اللحظات غزوة طرب سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس محنة مايد بن علي بن أحمد النقبي، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس شاهينية سيف بن ساق الفان بينونة الاجتبي، وفي المركز السابع رهف لراشد بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله في هذه اللحظات اللي هي منصورة لسعادة سرور بن عمير المشغوني، وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع من تأتي في هذه اللحظات الطيارة عبيد من خليفة الحميري، وفي المركز العاشر والأخير نوف لحمدان بن محمد خليفة بن قحي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالهو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز العشر، دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. يا سلام يا سلام يا بن رفيعة سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة هنا مع راهي مسيطرا على المركز الأول وصامدا على مقدمة الشوط. يا سلام يا بن رفيعة، الله يا بن رفيعة على هذا الأداء الجميل. النقلة على العبية لأحمد بن سعيد بن علي بن حلوة ثاني المراكز، المركز الثالث الشاهينية سيف بن خلف بن سالم خلفان بن مينونة الاكتبي أيضا حاضر الشعار العيناوي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. يلا يا نوارة، يلا يا نوارة، يلا يا راهي، وصلكم بن بينونة، وصلكم بن بينونة على المركز الثالث. انتقل إلى ثاني المراكز، يبا المركز الأول، يبا المقدمة، يبا الناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل يا بن رفيعة، يا بن رفيعة. هل سوف يبقى السلام في الميدان ولا يذهب إلى العين إلى دار الزين؟ شعار عيناوي، شعار عيناوي، شعار عيناوي، شعار النواميس. الله يا بن رفيعة، الله يا بن رفيعة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة بين بن رفيعة وبن بينونة، بن رفيعة وبن بينونة. الله يا بن رفيعة سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة تهانينا والناموس. المركز الثاني هناك شعار بن بينونة سيف بن سالم خلفان بينونة، المركز الثالث شعار بن حليس أيضا يأتي بثلاث مراكز. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، 4 دقائق 35 ثانية، تهانينا والناموس.